هذه الحلقة ليس هدفها الانتقاص من أي شخص، بل تذكيرك أنهم ليسوا مجرد قنوات لتبسيط العلوم. فهم السؤال ثلثين الإجابة. أي سؤال يمر عليك في حياتك لتجيب عليه بالشكل الصحيح يجب أن تفهمه أولا، ثم تستطيع الإجابة عليه بالشكل الصحيح. وربما سبب درجاتك الدراسية المتدنية هو أنك لم تفهم المادة الدراسية جيدا فلم تستطع الإجابة على أسئلتها. وسبب أنك لم تفهم المادة الدراسية هو المعلم أو من شرحها لك لم يبسط المادة لك جيدا فلم يفهمها دماغك. طبعا وأسباب كثيرة، ربما أنت لم تحضر الدروس أساسا، ولكن لنبقى في المعلم. لنفترض أن هذا درس فيزياء، جاء معلم وشرحه لك بطريقة مملة بدون أمثلة بشكل معقد، سيكون فهمه صعب جدا عليك، صحيح. ولكن لو جاء معلم آخر وشرح نفس المادة بطريقة مبسطة يتخللها أمثلة فكاهية ووقائع من حياتك، سيكون فهمها سهل، بل ربما لن تنساه إطلاقا حقيقة. لذلك الهدف من تبسيط العلوم هو جعل الطرف الآخر يفهمها، وهذه القاعدة لكي تفهم أي شيء تبسطه وتفهمه. وهذا بالفعل ما فعله أحمد الغندور أو المعروف بالدحيح، قام بتبسيط العلوم المختلفة في مقاطعه ففهمها المشاهد، وبسط تلك العلوم من خلال استخدام الجانب الكوميدي والتشويقي بأمثلة من حياتك وبأسلوب تشويقي. أسلوبه رائع جدا ومضحك جدا وترفيهي، يتخلله مشاهد تمثيلية بحيث يبقى المشاهد مشدودا معه طوال الحلقة، لا يترك له مجال لأن يمل أبدا، فيوصل الفكرة له بتبسيطها. وبالفعل أعجب الشباب العربي به وبأسلوبه، ليس الدحيح فقط بل كل أصحاب قنوات تبسيط العلوم. نلاحظ أن مقاطعه انتشرت ووصلت إلى ملايين المشاهدات، فالدحيح مثلا لا تكاد حلقة من حلقاته تقل عن المليون مشاهدة. ولكن بعد هذا التأثير الكبير الذي حققوه، أصبحت فجأة ترى أن هناك أجندة وأفكار شيطانية يحاولون تمريرها إلى دماغك بنفس الأسلوب الذي يجمع ما بين الكوميديا والتشويق، أفكار لها علاقة بالإلحاد والشذوذ وغيرها. وقبل أن تتسرع الآن وتذهب إلى التعليقات وتكتب شيء يزيد من سيئاتك، اسمع للنهاية. ما وراء كواليس قنوات تبسيط العلوم. فكاهة بطعم الإلحاد. تجدهم مثلا في منتصف حلقة من حلقاتهم يخبرونك أن هناك مثلا مرض نادر يصيب المواليد، يولدون بزوائد لحمية في أجسادهم مثلا في الظهر، ثم يخبرونك أن هذا هو ذيل، دلالة أنه باقي لك من أجدادك القرود. الحاجات اللي اسمها الأتفيزمس، اللي هي الحاجات اللي بتبقى مستخبية في الحمض النووي بتاعنا من أثار أجدادنا، فتلاقي مثلا أحيانا أطفال بيتولدوا عندهم دي. رغم أنه علميا هذا ليس ذيل بل هو زائدة لحمية، ولم يثبت طبيا على مر التاريخ أن هناك إنسان ولد بذيل أو حتى امتلك ذيل في المرحلة الجنينية. هذا المقطع يقوم بالرد التام على هذه الفكرة الشيطانية بجميع الأدلة العلمية، فتجدهم يشككون في أصل الإنسان ويخبرونك أنك لست إلا مجرد قرد تطور عبر الزمان تبع لنظرية الملحد داروين، ويستدلون بنظريات ليس لها أساس علمي أصلا. أو مثلا في حلقة شاورما الديناصورات، يحاول إخبارك الدحيح أن الدجاجة تطورت من الديناصور، ثم تجد قنوات تبسيط العلوم الأخرى تتبعه بنفس الأسلوب وتقريبا بنفس العناوين. أو يخبرونك بأكاذيب طبية، مثلا وجود عيوب في تصميم شبكية العين وترتيب طبقاتها. عينك تطورت جامد عبر التاريخ. يا عينك تطورت عبر التاريخ، هذه الفرضية استخدمها الكثير من منظري الإلحاد على مر التاريخ وعلى رأسهم دويكن في كتابه صانع الساعات الأعمى الذي ينفي وجود خالق ذكي لهذا الكون، والعياذ بالله. ليثبت العلماء خطأ هذه الفرضية في أبحاث علمية كثيرة، هذا المقطع أيضا يقوم بالرد على هذه الفكرة الشيطانية بشكل مفصل. طبعا أيها الأحبة، الحلقة ليست الحديث عن شخصية أحمد الغندور هداه الله، ولكن عن محتواه. ربما هو مجرد مؤدي لتلك الحلقات أو للسكريبتات التي تكتب له، فكما علمت ولا يرتجلها بل تكتب له، ولديه فريق مختص بهذا الأمر، وهذه طامة كبيرة أن تكون مجرد دمية. ولكن الذي استغربته أكثر، ودائما نظن بالناس خيرا، أنه عندما سئل في إحدى المقابلات عن الغاية من وجودنا في الحياة، هكذا كان رده. ايه عايزينك تدي رسالة للشباب اللي هم ما لهمش اي هدف في الحياة. طب ايه المشكلة؟ الحياة بلا هدف. انت ما قريتش في لا انت عليك، انت ليك اهداف كتير قوي بتاعت ألبرت كامو وسارتر.
في كتبهم الوجودية التي تفترض أن ليس هناك أي معنى للحياة. ليعيد ذلك الشاب السؤال عليه بطريقة أخرى لعله يغير جوابه. لا أكيد ليه معنى الحياة، الإنسان على وجود على سطح الأرض بيبقى ليه متطلبات وليه مثلا أهداف معينة. طب ما الأهداف كلها موجودة، احنا عايزين ناكل ونشرب ونتكاثر. طب ما الأهداف كلها موجودة، احنا عايزين ناكل ونشرب ونتكاثر. طيب والهدف الأهم لنا في الحياة والذي خلقنا أساسا لأجله ألا تعترف به؟ ألا وهو عبادة الله عز وجل؟ ألم تسمع بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا؟ تجدهم بعد التشكيك في أصل خلق الكون وفي خلقتك تجدهم يشككون في جنسك من خلال الفروقات الفردية بين الذكر والأنثى أو بنشر أفكار الشذوذ كما في الحلقات التي تراها على الشاشة. تجدهم في نفس الوقت يستخفون بالدين والمتدينين في حلقاتهم كما في حلقة مؤمن في المريخ. وليس الدحيح بمفرده، هذه الإسبيتالية مثلا قامت بنشر حلقة إلحادية كاملة لتقول لك بالمعنى أنت أيها الإنسان لست إلا حصيلة خلايا بكتيرية تكونت بمحض الصدفة عبر النشوء التعايشي عبر ملايين السنين. وكانت سابقا قد نشرت حلقة الذكر والأنثى من خلالها حاولت تمييع المفاهيم ودغدغة العواطف لنشر الشذوذ الجنسي وتغيير الهوية الجندرية، وقمنا بحمد الله بالرد عليها بشكل كامل ومفصل في هذه الحلقة. وعندما ماتت نوال السعداوي صاحبة كتاب الإله يقدم استقالته والعياذ بالله، كتبت الإسبيتالية في حسابها بكل حزن تعزية كاملة لها. وعندما اعترضت الناس عليها على حلقة كانت قد أعدتها تحت عنوان كيف بدأ الخلق، وأنها لم تذكر أن هناك الله الخالق المدبر الذي خلق هذا الكون، هي فقط اعتمدت على الأفكار الإلحادية والصدف. فردت مجيبة على ذلك التعليق كالآتي: هذا برنامج علمي، لو حضرتك عندك اهتمامات تانية ممكن تبحثي عنها في قنوات تانية، يعني لو عايزة كلام ديني يبقى تبحثي عنه في مكان تاني، هنا علمي بس. لنفترض أن كلامها وكلام مبسطي العلوم مبني على علم ونظريات وأبحاث علمية، يعني علم مجرد وهم ينقلونه كما هو لك. من أقنعهم أن تلك الأبحاث صحيحة 100%؟ هناك نظريات علمية أسست أساسا لتوافق هوى الغرب. في كتاب ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان للدكتور عبدالله شهري يقول في موضوع الشذوذ في الغرب مثلا: تجدهم يمنعون أي ورقة بحثية تقول بأنه سلوك شاذ أو حتى مرض ليوافق هواهم، بل أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن أي بحث علمي يعالج أو ينفي الشذوذ مضر بالصحة، وفي هذه الحلقة تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، اذهب له. ويقول عالم الاجتماع موربرت أليس: العلماء مثل غيرهم من البشر مندفعون لأغراض شخصية متأثرون بحاجة الجماعة التي ينتسبون إليها. طبعا ناهيك عن الاستنتاجات الخاطئة المرتبطة بالأوراق البحثية المزورة أساسا، وهذا وفق ما صرحت به مجلة نيتشر بنفسها. هذه الحقائق لن تسمعها من مقدمي برامج تبسيط العلوم، ولن تجدهم حتى مقتنعون بخطأ مصادرهم وما يعتمدون عليه من مصادر ما هي إلا هبدات معرفية. وعندما تجد شخص مثلا يفكر ويقول لهم ما هو الدليل على كلامكم، يقول له بص على المصادر، لدرجة تأليف أغنية كاملة تحت هذا العنوان. وعندما تجد صندوق البحث مليء بروابط المعلومات التي ذكرت في الحلقة يطمئن قلبك وتعتقد أن كل ما ورد في الحلقة صحيح 100% فهو له مصادر. من أخبركم أن المصادر صحيحة 100%؟ رغم أنه معروف في أوساط الباحثين أن وضع المصادر ليس دليلا على صحتها، لذلك سأعلمكم طريقة تستطيعون من خلالها الحكم الصحيح على الأشياء، بل وامتلاك عقل ناقد مفكر بإذن الله. وليس معنى أن تمتلك عقل ناقد أن تشكك في صحة وحقيقة كل شيء من حولك، ولكن المقصود بالعقل الناقد ألا تقبل أي دعوة إلا بدليل، ولا تقبل أي دليل إلا إذا كان صحيحا. تمام؟ صحة الدليل تعتمد على ثلاثة أشياء جمعها الدكتور عبد الرحمن ذاكر في كلمة عون، كل حرف يعني شيء كما ترى على الشاشة هنا. أولا عين، مثلا هل يعقل أن أكون أصور الحلقة لك الآن من هذا الموقع الجغرافي الذي أنا به وفي نفس الوقت أشاهد الحلقة معك بعد مونتاجها في مكانك الحالي؟ مستحيل. هذا الهاتف الذي في يدي هل يعقل أن يكون وجد هكذا بدون شخص يصنعه؟ هذا الكون بكل ما فيه هل يمكن أن يكون وجد صدفة بدون خالق له؟ يستحيل، لأنه يجب أن يكون لكل حادث محدث له. كل هذه الأمور هي عبارة عن عقل، مسلمات عقلية، دلائل فطرية لا تحتاج إلى دليل أو برهان، صحيح؟ وهذا المقصود بالعقل. بعض الأشياء أحيانا لا تحتاج إلى دليل ولا برهان، أنت بعقلك مباشرة تعرف الصحيح فيها. الفطرة أيها الأحبة، ألا وهي تمييز الصح من الخطأ بمنظور العقل، هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها وفطرهم عليها. وعين يعني أن تعقل. ففي حلقات تبسيط العلوم تجدهم يقنعونك أن الشذوذ سلوك طبيعي عادي منتشر لأنه لموجود لدى الحيوانات بطريقة طبيعية. هنا قف وخذ القاعدة الأولى: عين
عقل. هل يقبل عقلك وفطرتك هذا الأمر؟ لا يقبله، ولا أحتاج دليل ولا برهان لذلك حتى أرفضه، هو مرفوض مباشرة. هذه هي الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. فهمت النقطة الأولى؟ ننتقل للثانية. ثانيا، نون تعني نظر، أن تنظر، والمقصود بالنظر هو البحث والاستدلال والتأكد هل المعلومات صحيحة. وتذكر هنا البحث لا يكون في المعلومات الفطرية والمسلمات البشرية التي يتفق عليها الجميع، كأن الذكر يختلف عن الأنثى والأنثى تختلف عن الذكر في الصفات الشكلية والجسدية وصولا إلى النفسية. هذا شيء مسلم عقلي، يعني لا تحتاج أن تنظر وتبحث في قاعدة نون النظر في فكرة، مثلا فكرة التشابه التام بين الذكر والأنثى والأنثى والذكر، ولكن النظر في قاعدة نون يكون في العلوم النظرية بكل ما فيها من تجارب علمية وأبحاث أكاديمية. وهنا خذها مني نصيحة، أي معلومة نظرية مهما كانت ابحث عن دليلها، فإن كانت حق تيقن من صحتها، وإن كانت باطل فقد كشف، لأن العلوم النظرية هي علوم بشرية وضعها البشر تحتمل الصواب والخطأ. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الكثيرون يقتطعون أول الآية ولا يكملونها، كما قال أحد العلماء: إحنا مش أمة اقرأ، إحنا أمة اقرأ باسم ربك. قراءتك للكون يجب أن تكون مستمدة من الله، فلا تهدر وقتك في القراءات التافهة. ثالثا، واو تعني وحي، فالمصدر الأساسي للعلوم هو الوحي، والمقصود بالوحي هو السنة والقرآن الكريم. وركز، الوحي بالنسبة للعقل والنظر هو قائد لهما، فأنت أمام أي مسألة يجب أن تحكم عقلك ونظرك والوحي، هكذا لن تضيع أبدا في عصر الشبهات والخزعبلات التي نعيش بها اليوم. فأي شخص يحاول تحكيم العقل فقط أو النظر فقط متناسي ومتغاضي عن الوحي ألا وهو القرآن والسنة، كما يفعل قنوات تبسيط العلوم يعتمدون على العلم المجرد فقط ألا وهو العقل، هؤلاء ليسوا إلا حاملي أجندات إلحادية يحاولون تمريرها إلى الشباب ليضلوا. أنت الآن تعلمت كيف تحكم على الأشياء الحكم الصحيح وكيف تمتلك عقل ناقد من خلال قاعدة عون. الآن يجب عليك أن تعمل فلترة لما تشاهد وتسمع. هناك نوعان من الأشخاص الذين يستمعون إلى برامج تبسيط العلوم. النوع الأول جاهلون بما يشاهدون، يعني وهؤلاء بعد أن وضحنا حقيقة قنوات تبسيط العلوم يجب أن يتوقفوا ويقلعوا مباشرة عن تلك القنوات. النوع الثاني هم الذين يشاهدون هذه البرامج بعدما تبين لهم بما فيها من مغالطات وأفكار شيطانية وإلحادية، ولكنهم يقولون نحن لسنا متأثرين بهم ونعلم حقيقتهم ولكن فقط نستمتع بوقتنا. النوع الثاني، دعني أذكرك بأمر مهم، أنت الآن وأنت تشاهدني لهذه الثانية، هل تعلم أنك تعمل على زيادة شهرتي وتأثيري؟ وأي مؤثر أيا كان محتواه فأنت الناشر الحقيقي له والذي تجعله مؤثر في الأساس، فأنت لست قليل. لو كل واحد فينا قام بمقاطعة ما يضر بعقله وعقيدته ودينه لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ناهيك عن الحسنات والسيئات التي تصب في ميزانك دون أن تعلم بما تشاهد وتنشر وتجعل للغير من تأثير. اللهم اجعل عملنا حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. بالمناسبة أيها الأحبة، هدف هذه الحلقة ليس الرد على شبهاتهم، البركة في القنوات التي تظهر الآن على الشاشة أمامك. هذه القنوات تقوم بالرد على كل شبهات الإلحاد والخزعبلات التي يدسها مبسطي العلوم وغيرهم من الملحدين. أنصحكم جدا بمتابعتها.